عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الخاصة، قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا، في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيو فيه زاد على طليق إيمان الشريف، الراجل لا نحبك ولا نصبر عليك. ملي طلقها هو كل يوم يتفورخ مهبط حاجة، كل مرة مطلع عليها حكاية، ومرة بعث لها حتى مرأة باش تخطف الصغير من الدار على أساس اني هي معينة منزلية، لكن سرقت كان الذهب والفلوس، والحمد لله هذوكم يتعوضوا وتم القبض عليها. كل مرة ينزل استاتيو يسخر منها، ومش يسخر منها كان هي، يسخر من الشعب التونسي بصفة عامة، لأنه يكتب عليها المرأة التونسية ويوري في روحه اللي هو قاعد يشرب فيه في الشراب وبرشا حاجات خايبة. كمام هي أم ولدك، ما يجيش معناتها تحكي عليه بالطريقة هذي. قالوا ليه هي، انتي ما كنتش تتعرف، كنت مدفون ومازلت مدفون، لكن انتي تحب تطلع روحك بشوية بشوية على حسابها هي. حسبنا الله ونعم الوكيل. المفيد حبينا نقوله انه بعد ما اتهمها اللي هي مجنونه في مخها، واللي هي تعاني من اضطرابات نفسيه، واللي هو اللي طلقها ولا خايف منها وما عادش ينجم يعيش معاها، وقال كل مره تطلع لي بحاجه غريبه تخليني انا نقعد نشكك بيني وبين روحي، هذه انسانه عاديه والا عندها مس في مخها. اليوم حسب رايكم شنو يقول؟ اليوم يقول اللي هي خانته كما قال، وبرشا اسباب خلتني انا اللي نطلقها، مش هي، هي كذبت عليكم وقالت انا رفعت قضيه، لكن هذيك كذبه، انا اللي طلقتها وهي راهي خانتني مع صديق مقرب جدا، هذيك علاش انا ما عادش حاجتي بها. ومازال باش يطلع برشا حاجات اخرين، وتاكدنا لي هو انسان مريض، هو المريض مش هي المريضه، وخيره في غيره، الحمد لله في ايد هذوما، ماذا بيك ما تتبعهم مش خير، وما تبكيش عليهم حتى لحظه، وخساره انك عديت معاه لحظه من حياتك. امونا نقول لها ان شاء الله ربي يوفقك، وانت راك خير منه وتبقى ديما خير منه، وانت تونسيه عزيزه وغاليه، وخليه يحكي كيف ما يحب. ما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم توا باي باي.